السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابنا طلاب المستوى الصف الأول الثانوي، معاكم بمقرر حياة 102 بدرس جديد عنوانه التصنيف الحديثة. إن شاء الله راح نغطي مجموعة من الأهداف، راح نستنتج مبررات وجود علم التصنيف الحديث، أي لماذا أشار العلماء إلى أهمية وجود التصنيف الحديث، ونتعرف على الأسس الذي بنى عليها علم التصنيف. راح نتعرف إلى فوق الممالك الثلاثة المهمة اللي لازم نغطيها في أساسيات علوم الأحياء. راح نشوف الخصائص الأساسية للممالك الستة مع بعض، نشوف تطور نظام التصنيف الحديث عن نظام لم يكن منذ مستوى تصنيفي. يعني احنا حين بدينا ضمننا شيء اسمه فوق المملكة الى علم التصنيف. اكتشف العلماء ان هناك مخلوقات حية جديدة تصنف ان هي بدائية النواة، وبنفس الوقت هي عبارة عن خلية واحدة. اكتشفوا هذه المخلوقات الحية في سبعينات القرن الماضي. المهم العلماء هذه المخلوقات الحية اطلقوا عليها البكتيريا البدائية، وهي لا تشبه بدائية النواة المعروفة في ذاك الوقت، أي البكتيريا الحقيقية. يعني خصائص البكتيريا الحقيقية مختلفة عن البكتيريا البدائية. الانطلاق إلى المفيد، يستخدم علماء الأحياء نظام التصنيف، قلنا فوق الممالك الثلاثة، الأولى فوق مملكة البدائيات، بعدين فوق مملكة البكتيريا، وأخيرا فوق مملكة حقيقية النواة. إذن عندنا ثلاث فوق ممالك مهمة لازم نغطيها. نشوف عندنا الممالك هذين اللي تم تصنيفهم، عندنا مملكة البدائيات ومملكة البكتيريا الحقيقية. مملكة الطلاعيات، أغلب الطلبة عندما يسمع طلاعيات يقول والله ما المقصود بالطلاعيات؟ طلاعيات هي مخلوقات حية مرة تشبه النبات، وقد تكون تشبه الحيوان، وقد تشبه الفطر. لو نشوف هذا الشكل المشار عليه هو عبارة عن الأميبا، ويصنف من ضمن الطلاعيات شبيهة بالحيوان. الطحالب أيضا تصنف أنها من الطلاعيات الشبيهة بالنبات. وعندنا الفطريات، هنا عارفين الفطريات معروفة مثل الفطر المشروم، النباتات والحيوانات. نشوف مع بعض فوق المملكة اللي هي البكتيريا البدائية اللي صنفوها العلماء من ضمن الجدول، وقالوا إن هذه المخلوقات الحية تعيش في المناطق مميزة، مثلا عندك فوهات البركان الحارة. هذه البكتيريا البدائية جدارها الخلوي لا يحتوي على البيبتيدوج لايكن، تفتقد إلى وجود هذه المادة، ولديها بعض البروتينات الموجودة لدى حقيقية النواة، يعني تتشابه مع حقيقية النواة في وجود هذه البروتينات المعينة. ونجد أنها متباينة في الشكل، يعني أشكالها ممكن تكون متعددة وفي متطلباتها متطلبات التغذية، بعضها ذاتي وبعضها غير ذاتي. التغذية ممكن تستعين بنفسها أو تستعين بغيرها. في مثال عليها بكتيريا البدائية محبة للحموضة والحرارة، من اسمها نستنتج انها تفضل البيئات اللي فيها حموضة، البيئة كان يكون اقل من 7، وتفضل البيئات الحارة لها حرارة معينة. نلاحظ انها تعيش في ظروف قاسية كما ذكرت، انها تحب الحرارة وتحب الحموضة، ممكن تحب الملوحة، فكلها بيئات قاسية. ننتقل إلى البكتيريا البدائية، البكتيريا الحقيقية. البكتيريا الحقيقية هي بدائية النواة، لكن جدارها يحتوي على مادة الببتيدوجلايكن. مثال عليها البكتيريا تعيش في أمعاء الإنسان، إشيريا شوكولاي، بكتيريا القولون، وأيضا البكتيريا المسببة لمرض السل، كلها تندرج ضمن البكتيريا الحقيقية. لاحظ لما أقول كلمة ببتيدوجلايكن هي عبارة عن روابط ببتيدية أو أحماض أمينية مرتبطة مع السكر. طبعا البكتيريا الحقيقية تعيش في مجموعات متباينة وتعيش في العديد من البيئات، يعني في كل مكان ممكن نحصل هذه البكتيريا. نشوف مع بعض مخلوقات حية خلاياها تحتوي على نواة، ولها عضيات محاطة بأغشية، هالحالة نسميها فوق مملكة حقيقية النواة، وضم 4 ممالك كما أشرنا لها، اللي هي الطلاعيات والفطريات
النباتات والحيوانات كلها تعتبر حقيقيات النواة. لما أقول مملكة طلاعيات، في الطلاعيات هذه تنقسم إلى ثلاث أنواع مهمة. ممكن تكون طلاعيات تشبه النبات، سميها طلاعيات شبيهة بالنبات، أي عندها تقدر تقوم بعملية البناء الضوئي فتتشابه مع النباتات في هذه النقطة. وممكن طلاعيات تشبه الحيوان ونسميها الأوليات، وهي غير ذاتية التغذية مثل الأميبا، وهذه هي صورة الأميبا. لاحظ الأميبا يتميز أنه عنده امتدادات تسمى بالقدم الكاذبة، أشير لكم بلون مختلف، نشوف أن هذه كلها أقدام كاذبة، امتدادات مميزة في الأميبا. أيضا طلاعيات تشبه الفطر، وهي ليست بفطر حقيقي، ومثال عليها الفطر الغروي، وهذه هي صورة الفطر الغروي مثل ما أنتم شايفين. هناك مخلوق حي يسمى اليوجلينا. اليوجلينا هني الحين صارت عندها عند العلماء شوية مشكلة، قالوا والله هي ممكن تشبه النبات وفيها من الخصائص الشبيهة بالحيوان، ولكنها ضموها من ضمن الطلعيات الشبيهة بالنبات. قالوا والله الأقرب أنها هي من الطلعيات الشبيهة بالنبات. طيب ليش؟ لأنها تحتوي على البلاستيدات الخضراء اللي تقوم بعملية البناء الضوئي وتجعل اليوجلينا ذاتية التغذية. الفطريات إن شاء الله لما تنتقلون إلى المستوى الصف الثاني ثانوي راح تأخذون فصل خاص بالفطريات، ونقول الفطر مخلوق حي حقيقي النواة وحيد أو عديد الخلية. الفطر شلون يتغذى؟ يتغذى عن طريق الامتصاص، راح يمتص المواد العضوية من البيئة. جداره يحتوي على مادة الكيتين، مثل ما أنتم شايفين هذه كلها أشكال الفطريات. الفطر لو أخذنا التشريح الداخلي للفطر بنشوفه مكون من خيوط فطرية. هذه هو شكل الخيوط الفطرية، لاحظ شلون تترتب داخل الجسم، ولما نكبرها تحت المجهر نشوفها بهذا الشكل. خيوط الفطرية ممكن نطلق عليها مصطلح الهيفا. طيب ما هي أهمية هذه الخيوط الفطرية؟ مسؤولة أو تدعم الفطر مسؤولة عن النمو والتغذية والتكاثر. لاحظ فقط هذه الخيوط الصغيرة تؤدي دور في النمو والتغذية والتكاثر. ننتقل إلى مملكة جديدة وهي النباتات. لاحظ النباتات هي تضم حوالي 250 ألف نوع. المهم هذه النباتات هي أساس الحياة على سطح الأرض. لماذا؟ لأن مثل ما عرفنا أن النباتات تقوم بعملية البناء الضوئي وتنتج الأكسجين. النباتات مخلوقات حية متعددة الخلايا، يعني جسمها مكون من خلايا عديدة، وتتميز عندها جدار خلوي مكون من مادة السليلوز. معظم النباتات تحتوي على البلاستيدات الخضراء اللي في صبغات الكلوروفيل، وتقوم بتحقيق معادلة البناء الضوئي. القليل من النباتات يعتبر أنه غير ذات التغذية، مثل نبات الهالوك، وهذه هي صورة نبات الهالوك كما هي واضحة أمامكم. الهالوك هو طفيلي، أي يتطلب وجود خلية عائل. لماذا هو طفيلي؟ لأنه يفتقد إلى الأجزاء الخضراء، فالسبيل علشان يعيش أنه يحصل على غذائه عن طريق الممصات لإدخال هذه الممصات في الخلية العائل. المملكة الأخيرة وهي الحيوانات، تعتبر متعددة الخلايا حقيقية النواة غير ذاتية التغذية، يعني لازم أو عفواً تفتقد إلى صبغة الكلوروفيل التي تقوم بالبناء الضوئي. طبعاً خلية حيوانية ليس لها جدار خلوي. المملكة لأن الحيوانية لديها أنسجة منتظمة، وهذه الأنسجة تكون أعضاء معينة مثلاً كعضو الجلد وأعضاء كالمعدة والدماغ. طبعاً وهذه كلها الأنسجة لما تنتظم تعطينا أجهزة كالجهاز الهضمي والجهاز الدوري. يعني عندنا تخصص الحين في الممالك الحيوانية تعيش في كل مكان، الماء والهواء وعلى اليابسة. أتمنى أن سهلت عليكم وبسطت المادة العلمية. شكراً على حسن استماعكم، نراكم إن شاء الله في دروس قادمة.